السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا ويا مسهلا بالجميع ويلا حيا. لما تواجه لك عدو ومعك سلاح قوي، سلاح اللي معك قوي جدا، بس استخدامك لهذا السلاح ضعيف، يعني عدو عندك الآن مفروض تضربه ضربة قوية، لا أنت تضربه ضربة خفيفة كذا خفيفة كذا، هل بيصيبه؟ هل بيجي شيء؟ هل سيقتل؟ ما راح يجي شيء. ليه؟ لأن استخدامك للسلاح ضعيف. فالآن أنت معك أقوى سلاح اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى، الحرز العظيم والقرآن والرقية، لا تأخذها وتستخدمها وأنت ضعيف، يقينك بالله ضعيف، توكلك ضعيف، تقوله بخوف، تقوله بجزع، تقوله بضعف، لا. كما قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوله بقوة، استخدم السلاح بقوة حتى تضرب شياطين الجن وتنتصر عليه. خلك قوي شخصية، وخلت قوية شخصية من أقوى الأشياء بعد التوكل على الله واليقين بالله والثقة والتقوي بالله، من أقوى الأشياء في رد وصد شياطين الجن وأذاهم على المؤمن والمؤمنة، قوة شخصية المؤمن والمؤمنة. كل ما كان قوي شخصية، لأن قوة الشخصية هذه نابعة عن إيش؟ أو نابعة من إيش؟ من توكلك على الله القوي، من يقينك بالله، هنا تنبع، من يحق لك تكون قوي شخصية، لأن معك الله، لأنك متوكل على الله القوي المتين، فيضعف يكون ضربك للشياطين قوي جدا. يعني أنت قوي، استخدم السلاح القوي، وأنت قوي بقوة، انتهى موضوع، يعني استمر خلاص، مع الاستمرار انتهى موضوع بإذن الله، وتعيش في أمن وأمان وحفظ من الرحمن. وفي النهاية حنا لنا رب قوي، هو القوي سبحانه وتعالى، يعني ما في أحد في الكون كله له قوة إلا من الله، هو اللي معطيه القوة وينزعها منه، لأن القوة كلها المطلقة لله جل جلاله. فأنت دامك تعبد الله سبحانه وتعالى، والله قايل لك أليس الله بكاف عبده، الله قايل لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، خلاص خلك قوي، لا تضعف في أي موقف من المواقف، سواء في موقفك أو حربك ضد شياطين الجن، أو في مواقفك في الدنيا كلها، في مواجهة الناس، في روحاتك، في جياتك، خلك قوي متوكل على الله. والقوة هذه مو معناها أنك تكون تبطش بالعالم، لا، قوة على تواضع، على يقين، على ثقة مطلقة بلا حد بالله سبحانه وتعالى. الله يحفظنا وياكم، يوفقنا وياكم، ويسعدنا وياكم، والله يسددنا وياكم من كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يستخدمنا وياكم فيما يرضيه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.